هذا الخطاب اللي وارد للزمالك ليس فيه إيقاف لكهرباء. جلسة 3/8 القادم خارطة طريق الرجوع فيها إلى ما جاء في 3 فبراير. قرارات 3 فبراير واضحة، ليس هناك تخمين في أحكام قضائية. 3 فبراير حددت ال يدفع خلال 60 يوم بالظبط ال 2 مليون دولار. الله ينور عليك. الفوائد من تاريخ، انا بعت لحضرتك برضو قرارات 3 فبراير. لا، في 3 اغسطس بقى ستنظر فيما نشأ ارسله لها الزمالك علشان تشوف كهرباء نفذ 3 فبراير ولا ما نفذوش. عشان كده أيوه. في الاخر قالت لاتحاد الكوره في هذا الخطاب عرف كهربا مباشره وامهلته فرصه 6 ايام للرد على ما قاله الزمالك بعدم الدفع. لا، مش للرد يا استاذ عبد الناصر، يقدم كل ورقه. يا دكتور، يقدم المذكرات بتاعته. انا بالدارج اقول للرد، الرد يعني مذكرات. انت بس كان دقيق، خلينا ابقى دقيق زي الدكتور امجد، لارسال مذكراته ودفوعه للفيفا. صح؟ ايوه صح كده. يوم 3 اغسطس ايوه صح. يقول مثلا لا والله انا ما دفعتش. حضرتك امبارح قلت انه القيمه التسويقيه بتاعته نزلت بقت 700,000، غالبا ده من الورق اللي هيقدموه. ما معيش فلوس. ما بص، عايز اقول لك على معلومه، ما هو عشان الايقاف السنه خلاه ما بيلعبش. يبقى اذا يا جماعه ايوه الحمد لله. انا قصدي المحامي هيقدم كل بقى، هيقدم يا جماعه عايزين ندفع مش عارفين ندفع فين، او لا دفعنا والزمالك مخبي، او لا مش هندفع عشان معنا يعني مش يعني وبتاع الزمالك هيتمسك يقول لي انا عايز قرارات تأذين فبراير ونشوف مين اللي يكسب. بس يبقى اذا يا جماعه قبل ما اقفل على مع الدكتور امجد 43 دقيقه من المهنيه اشكرك عليها. احنا يعني كاننا لا يعني سوري اقوى قناه اخباريه رياضيه على قد جهدنا. اذا ننفرد معكم، الزمالك في البدايه الشركه الايطاليه تعاملت مع الملف ازاي؟ بننفرد معاكم اهو بالتوكيل المرسل في يناير 2023 للشركة الإيطالية التي أصبحت مكلفة بملف كهرباء من قبل نادي الزمالك، وهذا هو التوكيل بخاتم نادي الزمالك باللغة الإنجليزية، وآدي ممهور بخاتم نادي الزمالك بيقول للشركة الإيطالية نوكلكم في موضوع كهرباء. تمام. وآدي بناء على هذا التوكيل أرسل المحامي في 28/6 بناء على طلب الزمالك يخبر الاتحاد الدولي بأن كهرباء امتنع عن تنفيذ قرارات 3 فبراير. تمام. وآدي الانفراد المهم وبيطلب إيقاف ويطلب إيقاف كهرباء من اللعب في مصر واللعب مع المنتخب. تمام. وآدي الزغلول الكبير بننفرد بيه اهو، رد الاتحاد الدولي رغم الاجازات. رد الاتحاد الدولي، خلي بالك الاتحاد الدولي رد يوم 3، يعني في اول يوم عمل ليه بعد الويك اند. أيوة. يوم 3 ده كان يوم الاثنين، لان الثلاث 4. واخد بالك؟ الاستاذ عادل حضرتك انا ماليش دعوه يتوقف ولا ما يتوقفش، لما يطلع قرار المحكمه بايقافه بقوله. احنا دقيقين، انت بتقول لي سؤال كهرباء يتوقف، انا مش محامي ولا الدكتور امجد محامي. القرار واضح، الرجوع ل 3 فبراير، 3 فبراير حضرتك الدكتور امجد بيقول لك 59 ورقه. حضرتك لا 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 سوري معلش يا استاذ عبد الناصر، 3 فبراير ده 3 ورقات انا بعتهم لك. دول اولاد يدفع الفلوس دي في هتلاقيهم. طيب. بس هبعتهم لك بالتفصيل كل حاجه بالعربي فوق ايه عشان تحطهم. يا ريت، لان احنا شغالين على الهواء فنعقع منك. واخد بالك؟ 3 فبراير واضح، لا الدفع لا الايقاف، والمهله معروفه. النهارده المحكمه في هذا الخطاب الانفراد، انا بقول لك بلغه الاعلاميه هذا خطاب خارطه الطريق. يعني الاول كان الموضوع تايه، هو ليه يا جماعه الموضوع مطول؟ هو كهربا مش هيدفع؟ هو كهربا مش هيتوقف؟ هو ايه اللي هيحصل؟ نجح الزمالك ان يحدد هويه المرحله، فالمحكمه بخمس قضاه قالت ان 3 فبراير هي خارطه الطريق. يعني قفل الضمنه على محامين كهرباء ومحامين الزمالك، مالناش دعوه باي كلام بتقولوه.
محامين الزمالك كانوا بيقولوا الاهلي محرض، قالوا لهم مالناش دعوه. كهربا محامو كانوا بيقول لك عقده مزور، قالوا لهم مالناش دعوه. طب امال هنعمل ايه؟ قال لك العوده ل 3 فبراير. يوم 3 اغسطس سننظر في تطبيق قرارات 3 فبراير، وننظر اذا كان اللاعب دفع ولا ما دفعش طبقا لما جاء في مذكره الزمالك. ثم اخبرت الاتحاد المصري لكره القدم وألزمته باعلام محمود عبد المنعم كهربا فورا بعد وصول الخطاب، وده عندنا بانفراد تاني. ثم قالت كهربا يقدم مستنداته خلال 6 ايام من 3/9 بحد اقصى 9/9. انا كده شرحت ببساطه يا دكتور؟ زي الفل كده، زي الفل. وانا بكتب لحضرتك دلوقتي كل حاجه العنوان بتاعها ايه او بتتكلم عن ايه، وهبعتهم لك واحده واحده عشان تبقى يعني. اشكرك يا دكتور. لمزيد من التفاصيل زوروا صفحه كوره بلدنا، ستجدوا على صفحه كوره بلدنا وصفحه الاعلامي عبد الناصر زيدان المستندات بالتفاصيل. اللي اخر سؤال يا دكتور، 3 فبراير 3 فبراير قال الغرامه كام؟ الغرامه 2. دي واحده اجيبه عشان ما نتكلمش كلام، ارجوك. ايوه سؤال وجيه من الاستاذ عادل. 3 فبراير قال الغرامه كام؟ لان دلوقتي المرجعيه 3 فبراير، الغرامه كام؟ وعليه ولا عليه هو والنادي الفش البرتغالي؟ لا لا عليه عليه. معلش اقرا لنا لو سمحت، ده اخر. انا اسف على ازعاجك. لا 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 مفيش ازعاج ولا حاجه، انا بس بدور على لان هم على اي حد عنده اي سؤال قبل الدكتور امجد ما يمشي انا تحت امره. 3 فبراير قول لنا الغرامه كام؟ طيب دقيقه واحده، لانه الـ 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 الخطابات كتيره قوي، فايه بدور على واحد وابعت لنا كل حاجه بتفسير في سطرين ثلاثه بما لا يزيد عن 5 سطور عربي ملخصين كل حاجه هتبعتها وحدها يا دكتور. حاضر. انا بس بعد اذنك، تعرف الشعب المصري ما بيحبش القرايه الكتير، فلخص لنا كل حاجه هتبعتها لنا فيما لا يزيد عن 5 6 7 سطور. طيب انا بس بدور على اهو الديسيجن. اوكي معلش الاجابات كتيره، احنا ممكن نرجع لك مره ثانيه عشان ما نحطكش في ورطه. لا 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 مفيش ورطه، انا بس عشان كلهم بنفس الشعار ف طيب معلش بص انا هدور عليهم، لان انا هذه المعلومه دقيقه، لما تكون جاهز وتجيب لنا المعلومه رن علينا. طيب في بالظبط دلوقتي انا بقى عندي حوالي 8 فاينلات كمان. لحظه بس يا ابو عبد الوهاب، الراجل معاه الورق ما قالش كلام، بيقول لحظه اتاكد، ده يدل على الاحترافيه اللي احنا فيها. انت رحت كاتب 2 مليون دولار يشرفنا ان كلامك صح. احنا خلاص بنرجع اهو خلاص. يا واحده هو يا استاذ عبد الناصر، هو كلامه صح 2 مليون دولار وبعدين يا باشا يراني نصا او ارجع لك تاني. ايوه ايوه ما انا بدور عليها بالظبط. طب خلاص انا هرجع لك تاني، مش عايز اجتهاد يا دكتور لو سمحت. طيب لا مفيش اجتهاد، حاضر خلاص حضرتك كمل، وانا اول ما هلاقي انا هبعت لك. احنا عايزين اجابه على سؤالين عشان الهبيده في مصر، القيمه كام؟ وهل نادي الف اشترف فيها ولا لا؟ طيب انا لقيت كمان مستندات تاني اللي هي وهبعتها لحضرتك برضو دلوقتي على طول. يا فندم سنعود اليك، احنا في تغطيه حصريه لموضوع نقف فيه على مسافه واحده من الجميع. طيب خلاص اتفضل يا فندم. اوكي يا فندم اوكي سلام. اول ما تكون جاهز كلمنا، احنا مش عايزين حد يمسك علينا غلطه، وما اكثر الحاقدين والفاشلين. يعني انا اتحدى واحد في مصر عمل ده، انا اتحدى واحد في مصر عمل ده.